علاج جديد فعال للإكزيما خالي تماما من الكورتيزون، مناسب للأطفال من سن 3 شهور بدون أعراض جانبية مع الاستعمال طويل المدى. ودلوقتي العلاج ده بقى موجود في مصر. أهلا بيكم، أنا دكتور أيمن، والنهاردة هنتكلم عن علاج جديد للإكزيما التأتبية اسمه كريسابورول، وموجود حاليا في مصر باسم ماركريزا. لازم يعني يبقى فيه 2 راء؟ لازم. اسمح لي قبل ما ندخل في العلاج، لو انت ما تعرفش الاكزيما التأتبية ومش عارف انا بتكلم عن ايه، في فيديو كامل اتكلمنا فيه عن الاكزيما التأتبية بالتفصيل، هسيبه لك هنا اهو، انصحك انك تتفرج عليه. ولو انت بالفعل اتفرجت عليه فشفتني وانا بعرض علاجات الاكزيما التأتبية المختلفة، سواء الموضعية او الضوئية او العلاجات الشاملة. طبعا اول العلاجات دي واهمهم هو الكورتيزون الموضعي. طب معنا بقى يا دكتور العلاج الجديد اللي انت بتكلمنا عليه ده مهم ومحتاج تعمل حلقة عنه؟ انا مبسوط منك، ده سؤال وجيه. عشان اشرح لك السبب لازم نرجع لورا شوية. منذ قديم الازل، تحديدا منذ سنة 1952، حيث نشرت اول ورقة علمية بتتكلم عن الكورتيزون الموضعي واثاره العلاجية في الامراض الجلدية. واصبح الكورتيزون هو طوق نجاح لأطباء الجلدية في أمراض كتير جدا، وأهمهم الإكزيما. ولكن ليس كل ما هو فعال يجب استخدامه بشكل مستمر. زي ما أدرك الأطباء مع الوقت والأبحاث واكتشاف أنواع كتيرة من الكورتيزون الموضعي، عرفنا أن استخدام الكورتيزون الموضعي لمدة طويلة له أعراض جانبية كتير، بالذات في الأماكن اللي الجلد فيها رقيق زي الوجه والمناطق الحساسة. من ضمن الأعراض الجانبية دي وليس كلها هو ضمور الجلد او ان طبقات الجلد بتضعف وسمكها بيقل، ظهور التفتحات في الجلد، ظهور حب الشباب، ظهور شعيرات دموية صغيرة تسمى بالتلانجكتيزيا، ضعف المناعة في الجلد وزيادة احتمال الاصابة بالعدوى في الاماكن اللي بنستخدم فيها الكورتيزون، الاعتمادية او التعود على استخدامه بحيث ان احنا اول ما نوقفه المرض بيرجع تاني وممكن اشد من الاول. بيظهر مع الوقت مرض اسمه الوردية، التصبغات، زيادة نمو الشعر، تأخر التئام الجروح إلى آخره من الأعراض الجانبية الموضعية. ده غير طبعا الأعراض الجانبية الكلية اللي بتصيب الجسم مع استخدام الكورتيزون شديد المفعول لفترات طويلة، زي ارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكر أو هشاشة العظام، تثبيط الغدة النخامية في المخ بسبب نقص إفراز الكورتيزون الطبيعي من الجسم، وغيرهم. وتلاقي بعد كل ده ناس بتستخدم الكورتيزون ككريم تفتيح ويقعدوا يحطوه على وشهم ويلطموا بقى بعد 6 شهور لما يجولنا وشهم متبهدل. وبسبب الاعراض الجانبيه الكتير دي بدا البحث عن علاج للاكزيما التأتبيه يكون خالي من الكورتيزون، يقدر المريض يستمر عليه فترات طويله علشان يسيطر على المرض وفي نفس الوقت ما يتعرضش لاعراض الكورتيزون الموضعي. وهنا بيجي دور بطل الفيلم بتاعنا وهو الكريسابورول. الكريسابورول هو نون ستيرويدال فوسفوداي استريز انهيبيتور. اظن الكلام واضح. لا انا بهزر، هبسطها لك. فوسفوداي استريز ده اسم انزيم معين موجود في الجلد وله دور مهم في زياده الالتهاب في مرض الاكزيما. انهيبيتور يعني مثبط، يعني الدواء ده مثبط لهذا الانزيم، يعني من الاخر بيروح له ويقول له ريح انت يا عم الانزيم واركن على جنب لا مؤاخذه الالتهاب ده عندي. الحقيقه ان الطريقه اللي بيشتغل بيها الدواء طويله ومعقده وكمان مش مفهومه 100%، ولكن عشان انا بحبك هبسطها لك. بص يا معلم، تخيل معايا ان الالتهاب اللي بيحصل في مرض الاكزيما ده خناقه وقايمه في الجلد، في مواد معينه بتسخن الخناقه دي اكتر، دي بنسميها برو انفلاماتوري سايتوكاين، وفي مواد تانيه بتسلك الخناقه وتهدي النفوس، دي بنسميها انتي انفلاماتوري سايتوكاين. الانزيم بقى بتاعنا اللي هو فوسفوداي استريز ده شعليه لا يابا، بيسخن الخناقه على الاخر ويخلي كل اللي ما يشتري يتفرج. لما ندهن الدواء اللي هو كريسابورول اللي بيهبطه لا مؤاخذه يعني، كل واحد بيروح لحاله ويتبقى لنا الناس الكبيره العقله اللي عايزه تهدي الخناقه وتصلح المشكله اللي هي الانتي انفلاماتوري سايتوكاينز. هرش؟ طب بلاش تهرش بقى عشان الاكزيما ما تزيدش.
حلو الكلام ده يا دكتور، يعني ما فيهوش كورتيزون وبيهدي الاكزيما ومفيش اعراض جانبيه، بس اكيد في ان ذكي ولماح عزيزي المشاهد، انا مبسوط منك والله. فعلا في ان، لان العلاج ده لما توافق عليه سنه 2016 من الاف دي اي اللي هي هيئه الدواء والغذاء الامريكيه، كان اول دواء موضعي خالي من الكورتيزون يتوافق عليه من اكتر من 15 سنه، فبناء عليه كان لازم سعره يضرب في العالي، وهو ده اللي حصل. نزل للسوق العالمي باسم يوكريزا، انتاج شركة فايزر، بسعر $750 تقريبا. $750 يعملوا كام مصري؟ يعني يا معلم حوالي 22500 جنيه بسعر الدولار الحالي في البنك. استني يا مال، والكلام ده طبعا وقت تصوير الفيديو، واللي زاد وغطى ان هو طبعا طبعا ما كانش موجود في مصر لحد 19/10/2023، لما اعلنت شركة ماركيرل ان هي قدرت تصنع الدواء على اراضي مصرية في مصانعها، وهتنزله للسوق المصري باسم ماركريزا. طبعا هتسألني نزل بكام؟ اكيد غالي. لا يا معلم، نزل في مصر ب400 جنيه فقط. والحقيقة ان دي حاجة اتعودنا عليها من شركة ماركيرل للصناعات الدوائية. برضو في اتنين راح، زي ما فاجئتنا في نفس التوقيت تقريبا ونزلت العلاج البيولوجي للبهاء المعروف في العالم باسم اوبزولارا في مصر باسم روكسوتوب، وكان سعره 2000 جنيه بدل $2000، وساعتها عملنا عنه فيديو بالتفصيل عن كل ما يخص الدواء، هسيبه لك هنا اهو اتفرج عليه. طب حلو يا دكتور الكلام النظري اللي انت بتقوله لنا ده، هل بقى هيجيب نتيجة فعلا ولا انتوا بتجربوا فينا الدواء الجديد ده؟ عيب عليك. انا برضو اقول لك على حاجة مش متجربة، خليني اقول لك ان الدواء قبل ما يتوافق عليه سنة 2016 من الـ FDA اتعمل عليه دراستين اشتملوا 1522 مريض. الدراستين دول اثبتوا بشكل قاطع فعالية الدواء في علاج الاكزيما، وبناء عليه تمت الموافقة. مش بس كده، في خلال اخر 5 سنين تم اجراء 120 دراسة علمية وبحث عن هذا الدواء فقط، يعني حرفيا قتل بحثا، محدش هيجرب فيك ولا حاجة. واصلا انا مش بنصحك انك تروح تشتري الدواء منك لنفسك كده، بالعكس absolutely لازم تستشير طبيبك الاول لسببين مهمين. رقم واحد، ان تشخيص الاكزيما التأتبية اصلا تشخيص مش بسيط، معقد ولو كريتيريا كتير زي ما شرحنا في الفيديو بتاعها، فلازم الطبيب هو اللي يشخصه. وكمان مش اي اكزيما تبقى اكزيما تأتبية، في انواع كتير للاكزيما زي ما شرحنا في الفيديو، مفيش مرض اسمه اكزيما، هسيبهولك هنا برضو. رقم اتنين، ان الكورتيزون الموضعي يظل هو الجولد ستاندرد او الاختيار الاول في علاج الاكزيما نظرا لفاعليته وسعره البسيط، فبلاش انت تاخد القرار لوحدك، الاحسن انك تبدأ الحوار مع طبيبك وتستشيره بخصوص الدواء الجديد، خاصة لو انت ماشي على علاج كورتيزون موضعي بقالك فترة طويلة وبدأت تلاحظ الاعراض الجانبية بتاعته، او كل ما بتوقف العلاج الاكزيما بترجع تاني. وكمان لو انت اب او ام وعندك طفل صغير، ممكن يكون ده دواء مناسب جدا ليه بعيدا عن الكورتيزون الموضعي، لانه امن من سن 3 شهور، وثق تماما في ان الطبيب بتاعك هيقدر يساعدك تاخد القرار السليم. لو لسه ما اتفرجتش على فيديو الاكزيما التأتبية هسيبهولك هنا اهو اتفرج عليه، واشترك على القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.